احنا اليوم رايحين نحكي بشكل عام عن الطاقة الشمسية. الحين احنا ليش هنا استخدمنا الطاقة الشمسية في البلد؟ اول شيء زي ما احنا شايفين تقريبا من 87% من ايام السنة عندنا ايش؟ شمس. شمس منيحة. حسب قديش الافرج لمعدل الاشعاع الشمسي كان حوالي 5.4 كيلو في اليوم، كيلو وات كارب في اليوم. بس فاحنا شفنا ان فلسطين بلد مناسبة لانتاج الكهرباء عن طريق الشمس. على عكس دول ثانية زي ألمانيا، مع أن ألمانيا من أوائل الدول في إنتاج طاقة عن طريق الشمس، بس الإشعاع عندها بوصل نص الكمية اللي بوصل عندنا في فلسطين. فالحين أجت عندنا فلسطين وقالوا بدنا نسوي شيء اسمه مبادرة. هاي المبادرة أطلق عليها اسم المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية. هاي المبادرة تشمل 1000 دار ركبوا خلايا شمسية، هاي بسموها على نظام جريد سيستم. فإن أخر نظام اسمه الأوف جريد سيستم. الأوف جريد سيستم يعني أنك بتجيب خلايا شمسية مع بطاريات بتخزن إليك للدار، بدك إياهم لحالة إمرجنسي، بدك إياهم أنت تفصل عن شركة الكهرباء، فيش عندك واصل شركة كهرباء بالمرة، بدك تولد طاقة عن طريق الشمس، تحتاج لنظام زي هذا وخلايا شمسية مع بطاريات. الحين اللي طرحته شركة الكهرباء بدل الخلايا الشمسية والبطاريات وشغلات زي هيك بدنا نقلل التكلفة. التكلفة هي أغلب إشي تقريبا زي ما تقول حوالي 35% من سعر النظام بيجي في البطارية. يعني قررنا سعر الخلية الشمسية في البطارية تلاقيه غالي، لكن الخلية الشمسية أرخص من البطارية. وعشان التحفيز مش مشكلة. الحين في عنا إشي نظامين كلنا. في عندك نظام أوف جريد، يعني أوف مفصول عن الشبكة، يعني في شبكة كهرباء المقصود. وفي عندك نظام اسمه إن جريد موصول مع الشبكة. يعني لازم تكون عندك عشان تسوي زي هذا النظام، تفعل عندك هذا النظام لازم تتصل بشبكة شركة الكهرباء. من دونها بدك تسوي نظام زي ما قلنا اللي عنه أوف جريد. إحنا أوف جريد عيوبه أول إشي إنه بده بطاريات، والبطاريات بتسوي كوست عندك السيستم. يعني حوالي تقريبا 35% من سعر النظام بكون في البطاريات. فبالتالي احنا صرنا بدنا نرجع لطريقه ان نشجع لاستثمار الطاقه الشمسيه ونشجع توليد الطاقه عن طريق الطاقه الشمسيه. فقال صار عندنا طروحات اللي هي طرح شركه الكهرباء في الفتره الحاليه تسوي لك نظام اسمه نظام موصول مع الشبكه. النظام هذا سوى عليه زي ما تكون مبادره عشان يسرعوا انتشار النظام ويسرعوا انتشار الفكره. هاي المبادره بتشمل 1000 دار، اول 1000 بيسجلوا بيستفيدوا من هاي المبادره، الألف الثانيين ممكن نصح لهم حسابات هذه. الحين الألف دار هذول مسموح لهم كل واحد يستغلوا شركة الكهرباء سطح داره، بحيث إن كل واحد يركب فوق سطح داره حوالي 5 كيلو خلايا شمسية. 5 كيلو خلايا شمسية معناه يعني تقريبا حوالي 18 لوح من خلايا الشمسية. عمرك شفت خلايا شمسية؟ تقريبا راح تكون مساحتها زي مساحة الحمام الشمسي. الخلية تحتاج ل 18 خلية شمسية زي هذه. طبعا بيجي النظام زي ما احنا شايفين، انت بتحط الخلايا الشمسيه فوق دارك، هاي سطح الدار، بتتوصل على محول، المحول هذا وظيفته بحول الكهرباء من الخلايا الشمسيه وبربطها مع شبكه الكهرباء هان، ماشي؟ وظيفته انه يسوي توازن وتوافق بين الطاقه المنتجه والطاقه اللي بده يوديها على ايش؟ على العمود او على شركه الكهرباء. طبعا مسميه نظام انجريد. الحين اجى شركه الكهرباء قالت لك انا عشان انت تيجي تشتغل انا بدي اشتري منك الكهرباء اللي بتنتجها. قال كم بدك تشتريها؟ قال انا بشتريها منك بشيك 3 قروش. هذا لايش؟ عشان نسرع فتره سداد راس المال. طبعا انت خلال النهار بتكونش في الدار، فانك تركب نظام زي هذا على الفاضي بالنسبه لك ما انه فيش تخزين، فالكينا الحال انك ايش؟ تخزن في شبكه الكهرباء. انت بتعطيهم في النهار او بتعطيهم خلال الشهر بيجوا بحسبوا لك. انت مثلا ولدت لنا 200 كيلو كهرباء، 200 كيلو بشيك 3 قروش بيطلع 200 شيكل وشويه. انت اجت فاتورتك 100 شيكل بقولوا 200 شيكل الك، بدهم منك 100 شيكل بعطوك هال 100 شيكل. طريقه الحساب هاي شو بتتفق مع شركه الكهرباء او شو بصفي اتفاقات مع شركه الكهرباء. زي ما احنا شايفين هاي الخليه الشمسيه في عده انواع. هذا المحول احنا بنتعامل مع المحول هذا اللي هو اس ام اي انفرتر. هذا طبعا تصنيع الماني كفاءته 5 سنين بتيجي من المنشاه هاي. كفاءته عاليه جدا يعني توصل لحوالي 97%. فيعني اجهزه يعني هي مطلوبه رقم واحد في العالم. طبعا هاي العداد هذا هو اللي بده يعد قديش انت انتجت كهرباء. انزل خلص شوي. الحين احنا في عندنا مثلا برنامج محوسب يعني انه يحسب لنا قديش فعليا هذا النظام بعطيني طاقه. يعني باستخدام الداتا قديش تطلع لنا الشمس قديش.
فالحين مثلا اخذنا داتا الموجوده لبيت لحم لفلسطين واستخدمنا اللي هي السولار بانل، اذا شايف سترينج اي وسترينج بي مكتوبه تحتيها توبري سولار 280 دبليو. هاي الخليه الشمسيه نفسها اللي احنا مستوردينها ونفسها بنشتغل عليها، فسوينا محاكاه باستخدام الكمبيوتر لنفس الجهاز اللي هو الانفرتر هذا محول لونه احمر لوظيفه تحويل الكهرباء ونفس الخلايا الشمسيه اللي احنا بنستخدمهم. قال لك هذا النظام بعطيك سنويا على 5 كيلو اللي هو نظام شركه الكهرباء، بعطيك سنويا حوالي بعطيك سنويا 9850 كيلو وات كهرباء. هلا عضل وضع الشمس اللي عندنا، وضع الشمس اللي عندنا هذا سيميليشن لبيت لحم. اذا الشمس حاميه او لها دور في نسبه قديش بحول يعني؟ الحين احنا اللي بهمنا في التحويل او في توليد الكهرباء مش حم الشمس، الاشعاع الشمسي. ما هذا هو يعني في الفترات زي الايام هاي الشمس بتكون حاميه تكون افضل للتوليد، زي ما انها في عز الصيف تكون 35 37 38 بس برضو يعني الرين 37 و35 و30 مش عالي زي بلاد ثانيه بتوصل 50 و45. يعني هسه احنا بنضل لدرجه الحراره ما نوصلش لدرجه الحراره اللي تعطيني فاقد كثير، فانت تقريبا نسبيا مع الاشعاع زائد درجه الحراره الموجوده عندنا ممتاز جدا يعني في التوليد. يعني اذا زادت درجه الحراره ما بتعطي اكثر؟ لا لا، يمكن بالعكس الاشعاع اللي بزيد اذا زاد الاشعاع، يعني الاشعاع اللي انت بتشوف يوم ما تشوف ضوء الشمس بالضبط، كل ما زاد ضوء الشمس كل ما انت سويت توليد اكثر. عشان هيك حتى لو في حراره في الليل بتولدش، صح ولا لا؟ لو حتى الجو حامي كان، لو انها بتعتمد على الحراره كان بتولد لك، مش زي السخان الشمسي مرات في الليل بعطيك حام. فالفكره فالحين احنا حسبناها باستخدام برنامج هاد بعطيك 9850 كيلو وات ساعه. هاي الوضع تنكل وضع المثالي، حسب لك اياه حسب الداتا اللي داخله عنده، انه مثلا ما تتعرضش انت ما تكسرش عليك غيوم جايه من شجره جايه من الدار نفسها. مرات بصير عندك فاي غصب عنك تقدرش تتحكم فيه، صح ولا لا؟ ناتج عن مثلا انت حطيت خزان او ما ناتج عن دار او ناتج عن شجره، بعض الظروف مرات الغبره كثير بتخرب على النظام، يعني بتقلل من كفاءه النظام، بتقلل من الطاقه المنتجه عن كميه. عشان هيك هاي محسوبة حوالي 9850 كيلو واط، هذول الخمسة كيلو كلهم بيحتاجن حوالي، شايف قديش توتال نمبر اوف موديولز، يعني على كم من خلية شمسية عندك؟ 18 خلية بدك. توتال سيرفيس اوف بي في جنريتر هو اللي قصد هان قديش راح تاخذ مساحة خلايا، فأنت راح تحتاج 18 خلية مساحته الخلايا 35 متر مربع، يعني تقريبا إذا في عندك مساحة فاضية 35 متر مربع هيك استفدت من 35 متر مربع بكفلنا. اقل دار هالايام يعني 70 متر مربع، يعني تلاقي عليها 70 متر مربع فاضي. فعن نظام زي هاد مش راح ياخذ من عندك مساحه، ممكن اذا ذاكت فيك الدنيا تحطه جنب الدار، يعني في محل بيجيش فاي كثير، عرفت كيف؟ طب ممكن يعني ليش الفكره انه تكون على كل بيت، انه اذا في مشكله في الشجره او يعني ليش مشاركة كهرباء تلاقي حال انه هم يحطوا الخلايا في محل مش عند البيوت؟ ما القصد هذا اول شيء؟ بيصيروا يقطعوا البيوت اول شيء، هذا تشجيع للاستثمار على مستوى الناس. بعدين شو انت بتحكي؟ لو بدهم يصفطوا مثلا 5 كيلو انت تقول ال 1000 هذول كل وحده بدها 35 متر مربع، اضرب في 1000 35000 متر مربع، عم تحكي انت 35 دنم ارض يستهلكوا، عرفت شو؟ طب انا الدار عندي فاضيه، ليش اروح اضيع 35 دنم ارض ممكن ازرع فيهم، ممكن ابني فيهم، ممكن اسوي مشاريع كثير فيهم، وانت مستقل شو سعر دنم الارض لو بدك تشتريها مثلا، شو بدي ارفع التكلفه؟ فانت عندك المساحه موجوده، ففكره ما دام المساحه موجوده وفاضيه ليش ما استغلها؟ فالفكره بدل ما انا اسوي الطرح اللي انت طرحته، اسوي زي ما تقول مزارع واضيع اراضي واضيع مناطق صالحه للزراعه، ممكن للسكن، ممكن لمشاريع معينه. فانا قلت ايش؟ فصار الفكره ان انا بوزعهم على الدور، عرفت شو؟ فالحين اذا حسبنا ان في عندك فاقد بحوالي 10% اللي هو نتيجه ايش؟ نتيجه الغبره، نتيجه بعض الظروف، يعني تقريبا مصفي لك من النظام حوالي 8865 كيلو وات ساعه. كلنا شركه الكهرباء تشتري منك بشيكل 3 قرات، يعني انت قاعد بتسوي سنويا حوالي 8900 شيكل. 6300 لا، ما احنا حسبنا اللوسز 10% تقريبا، فبصفي عندك حوالي 8000 وقديش؟ و900 شيكل تقريبا. اذا حسبنا ان تكلفه المشروع
حوالي 13,000 دولار، يعني 50,700 شيكل تقريبا حسب دولار 3.9، تقريبا تكون سداد رأس المال من 5.5 لـ 6.5. ليش كنا من 5.5 لـ 6.5؟ في ناس مثلا في بيت سحور عم تلاقي عدد أيام الشمس زيادة شوية عن بيت جالة، مرات تلاقيها معتمة في بيت جالة، بيت سحور تلاقيها شمس، مرات أنت وضع الدار عندك دائما معرضة للشمس أزود من وضع دار واحد ثاني. فتقريبا حسب أنت شو وضعك بدك من 5 سنين لـ 6 سنين، من 5.5 سنين لـ 6.5 سنين بتكون أنت حط رأس المال في جيبتك، يعني رادة 13,000 دولار من 50,700 شيكل. ماشي. أنت الحين شركة الكهرباء بتسوي معك عقد، العقد هذا من يوم ما توقع معك 20 سنة راح يكون العقد، يعني إذا أنت سديت في 6.5 سنين تنقول على الماكسيمم بدنا 6.5 سنين 7 سنين يا سيدي، بضل عندك كم من سنة تستفيد منها؟ 13 سنة. أنت لو بدك يكون مشروع صغير، لو بدك تفتح دكانة هين دكانة هيك باب داركو بتدخلك 800 شيكل وأنت مش قاعد فيها، صح ولا لا؟ فأنت بتحط رأس مال زي هذا تشتغل فيه يسوي لك 800 شيكل شهريا. وانت يعني ايش تبين اذا واحد سددهم في 6 سنين وظل عنده خلينا نحكي 14 سنه يستفيد من شغل الكهرباء، بده تسوي له بين حوالي 20,000 دولار مثلا. يعني بدك تقول انت كل سنه بدك تسوي له حوالي يعني 9,000 شيكل، ما وصل 13,000 في 5 سنين ونص 6 سنين ونص، يعني كل 5 سنين بدك تسوي له 13,000 دولار مثلا، يعني 15 سنه بدك تسوي له 12 في 3 يعني 36,000 دولار بدك تسوي تقريبا. يعني مشروع نسبيا ايش نادر. الحين بعد ال 20 سنه ممكن يعني اذا فصلت عن الشركه الخليه ستظل عايشه بعد 20 سنه مزبوط. يعني عمرها الافتراضي الخليه من 20 حسب لفوق ال 30 حسب الشركه المصنعه. الصين ما ضمنش منهم شيء، الصين بتوفيش ال 20. الحين انت من شركه الكهرباء؟ نعم. لا لا انا من اريج. من اريج شركه جرين بالستار. بعد السؤال، هل كانت شركه الكهرباء مليحه بدها تشتري مني بشيكل وثلاث ادوار؟ انا اول ما قلت لك شو قلت لك؟ مبادره فلسطينيه للطاقه الشمسيه. انا مبادره فلسطينيه للطاقه الشمسيه، فالدعم لها مش شركه الكهرباء، شركه الكهرباء ملزمه انها تشتري من الناس بداعي هالمبادره، والراعي هالمبادره هي سلطه الطاقه وهي اللي بتلزم شركه الكهرباء انها تشتري بالسعر هذا. الحين بتصير القضية بينها وبين شركة الكهرباء هم يصفوا بين بعض. عرفت شو؟ فهي يعني مش من عندها جت 3,000. لا تخاف. عشان هيك ملزمة ما حدش يخاف يعني. الحين احنا انا مهندس عن شركة جرين بلستان طبعا. شركة جرين بلستان تابعة لمعهد اريج. الحين احنا شو بنقدر نقدم لك خدمات يعني تتميز عن شركات ثانية مثلا. إذا بتيجي عندنا احنا بنقدر نوفر لك كل تصاميم، الحين شركة الكهرباء تطلب منك تصاميم كهربائية عشان الرخص عشان تقدر تفوت في هذا المشروع. احنا عندنا يعني تأهيل نسوي جميع التراخيص الكهرباء والتراخيص الطاقة الشمسية، بعدين احنا كشركة البضاعة اللي عندنا مؤهلة من سلطة الطاقة ومن سلطة الجودة، فبنقدر نشتغل أي مشروع من البضاعة اللي عندنا. ثاني شيء البضاعة اللي عندنا تقدر تكون نخب أول وبالذات المحول اللي هو الأهم اللي هو صنع ألماني، هتيجي كفالته 5 سنين من الشركة. ثالث شيء في عندك كمان يا سيدي العزيز عندنا مزاولة مهنة احنا من شركة الكهرباء، يعني انا طحت اخذ دورة عشان اقدر ازاول تركيب خلايا شمسية في نطاق يعني الضفة الغربية، فعندنا احنا ايش مرخصين من شركة الكهرباء. ثالث شيء بالنسبة للدفع، الدفع في عندك الحين طرق للدفع، يا بتدفع كياش ولا بتدفع كياش، يعني راح يصير شوية تسهيلات يعني اكثر، يعني ممكن 13 دولار ننظر فيهن شوية دول، يا يعني تتعامل مع بنك فلسطين في عندك شيء اسمه القرض الاخضر، هذا قرض مدته بتقدر تاخذه لمده 3 سنين ترده بنسبه ثلاث 3% على كل القرض تيجي فائدته، يعني تقدر تقول مش شيء كثير، ها يعني مش راح يعني تدفع زياده فلوس. بعدين يعني تقدر اذا بدك تاخذ انت قرض تستفيد من القرض، انه لو وزعت اللي بيطلع من الخلايا الشمسيه بتقبضهم شركه الكهرباء او اللي بتوفرهم تقدر ايش تسدهم للقرض، فهي طريقه سهله جدا. اللي مش حاب قروض او مش حاب يتعامل مع البنوك لاي ضرر بيقدر يدفع جزء من المبلغ والباقي من قسط اللي شيكات او كيف نتعامل معه. طبعا الحين القرض هذا سهل تاخذه، يعني بديش هذيك الغلبه زي القروض العاديه، يعني لان معنا احنا كجرين بلستاين معنا اتفاقية إن نسهل هاي الأمور. طبعاً إحنا كشركة جرين بلستاين صممنا العديد من المشاريع. أول إش كنا قبل فترة تقريباً تنفيذ 6 مشاريع في منطقة عرب الرشايدة،
هاي بتيجي على الأرياف الشرقية ببيت لحم. نفذنا فيها 6 مشاريع، ركبنا كمان مساعدة أبو محمد سالم، ركبنا نظام شمس لمحة دريد، ركبنا أعمدة إنارة في شارع بعض مناطق في رام الله وفي بيت لحم. هاي صور للمشروع، هاي في منطقة عرب الرشايدة. عن كل دار رح تقريبا أخذت 5 لواح، هذول كفلها مع بطاريات، هاي نظام البطاريات اللي عندنا مع محول مع الشغلات. هذا نظام اوف جريد، لان فيش عندهم اصلا شبكه كهرباء ولا شيء، معدوميه. هذا النظام كان كافي انتاج حاله تقريبا 4 كيلو في اليوم كهرباء، بغطي لهم ثلاجه وضوء وتلفزيون، وفي شيء اسمه ماكينه مسوى عليها لبن. صور للخيام، صور الخلايا الشمسيه، هذول الانار، عملت الانار ركبناهم في رام الله. فعريج يعني كفه للمعهد؟ لا لا، بس نغطي اناره يعني، في هدول 4 وفي اخرى 8 هدول جداد مضيفات ضفناهم على الحيط هون. هذا تقريبا مغطيات اناره، جزء من نار الطابخ. طبعا من اريد تقدر تحكي انا بستهلك حالي تقريبا 300 كيلو في اليوم كهرباء، شيء ضخم يعني. فقد ما هو مش راح نقدر نغطيها، بدها اشياء. الحين مشاريع حاليه شغالين في الفتره الحاليه، يعني عندنا في مشروع في منطقه عرب الرشاد بنفس المنطقه اللي هناك صورها، تقريبا عندنا 15 وحده سكنيه بنغطيهم بالخلايا الشمسيه، يعني حوالي تقريبا تقدر تقول 20 عيله بغطوا تقريبا 150 فرد. هذول راح نغطيهم باستخدام الخلايا الشمسيه. طبعا شغالين على نظام 15 كيلو وات للربط بالشبكه، بدنا نحطه هذا في اريج. هذا النظام ده يصير والدنا كهرباء، والكهرباء احنا بدناش شركه الكهرباء تشتريها منا بالسعر شكل اجورا، بس بدنا اياهم ايش يبدلوا لنا كيلو بكيلو. يعني مولدين لهم 1000 كيلو في الشهر، يخصمون لنا الفاتورة 1000 كيلو. فإحنا سعيين على النظام زي هذا، وقعدنا معهم جلسة عشان يوافقوا على طلب الربط. تقريبا إن شاء الله الوضع ماشي. طب هو لما بيكون شغال خلال النهار، يعني بيكون نفس عساكر الكهرباء تودي للشركة الطاقة المنتجة يعني؟ الحين أنت بتمثل أنت حمل، يعني أنت بتستهلك كهرباء. طيب. الحين أنت طفيت دارك وطلعت خلال النهار. على ظهرك على ظهر السطوح في ايش؟ خلايا شمسيه. الحين اذا انت بتستهلك ايش؟ جارك بيستهلك، ماشي؟ فانت الحين بحطوا لك عدادك، عداد اللي بده يعدل لك طاقه شمسيه قبل العداد اللي بده يوصل لك للدار. لو بحطوه بعد العداد بصير يخصم على الجهتين، عدادك وعدادهم، بصير يعني انت مدوبل تاخذ السعر. فعشان هيك بحطوا لك العداد قبل العداد بيوصل عندك على الدار. يعني الحين إذا جاري ما سحبش كهرباء مش راح يعد العداد عندي؟ لا يا زلمة، مفيش غير جارك. خلص أي حدا، أي واحد مربوط، قصدي جارك يعني أي واحد حواليك، أي حدا على الشبكة. الحين أنت الكيبل اللي داخل من عندك مش كيبل داخل من العمود؟ آه. أكم من واحد رابط على العمود؟ صح بتحكي، خلص أي واحد هاي الفكرة. إذا ما أخذش العمود هذا باخذ غيره، برجع على المحول الرئيسي. مش يعني قديش الخز هذول الألوان. الحين أنت شو ما أنت بتولد شو ما بعطي للشبكة. تطلع الشبكة. عرفت شو؟ شو ما بتولد؟ فيش شيء يعني مقترن إن قديش حدا بيسحب بتولد عندي، عرفت شو؟ على عكس نظام بطارية. نظام بطارية مثلا أنا شحنت الصبح ماشي وبطارياتي فل وما استهلكتش خلال النهار. يعني واجد طول اليوم شمس مش راح يتولد الكهرباء، صح ولا لا؟ بوقف النظام. إلا إيش؟ إذا فرغتهم. الحلو في النظام هذا شو ما بتولد شو ما إيش؟ شو ما أنت بتكسب مصاري. فالحين راح يكون عندك عدادين. عداد إلك كمستهلك راح يركبوا لك إياه جديد، وعداد ليش؟ اللي موجود عندك لا من شركة الكهرباء. عداد بيع وعداد شراء. فبالضبط، بصير عندك عداد بيع بحسبوك عليه تكلفة أعلى، وعداد الشراء الفاتورة اللي بتجي. فهذا أغلب النظام راح يكون. إذا حد عنده أي استفسار أو أي فكرة. شو كلف تبعت رشادة؟ حكيت على 5 ال 4؟ مشروع هذا مش شخصي. مش شخصي؟ لا مشروع دعم عن طريق معهد اريج. هذا مشروع عن طريق معهد اريج، احنا نفذناه في عرب الرشايد. لا بيشتروا اشتغال شخصي. عشان هيك استغربت. لا عن جد. لا. بس يعني نظام زي هذا تقريبا مكلفك حوالي 2500 دولار. اسعار في المية. طيب قديش يعني نخصم لك 4%. 4%؟ شو 500 دولار. هذا بصير حكي يعني.
يعني اسمع السعر اقول لك بس شغله الحين سلطه الطاقه يوم ما نزلت عشان تسوي هالمبادره عشان تحدد سعر الشيكل 3 أجورات هذا سوت عطاءات عشان تعرف قديش حق النظام بالتالي قديش انا ارد راس مال وقديش المستهلك يرد راس مال. شركة الكهرباء حطت سقف 8 سنوات يرد راس مال النظام. بس تعرف قديش حطت حق النظام؟ هذا حسب عطاءات $16,200 بس انا بعطيك اكل من اللي حق بجريده 15 ايه؟ نزلت بجريده على 15 اول ما نزلت نزلت 15 $16,000 نزلت شركة سلطة الطاقة. سلطة الطاقة نزلت سوت حساباتها $3.2 لكل وقت. هذا وزير الطاقة يعني اللي حكى مش انا. عشان هيك انا معطيك يعني سعر خلي 15 انا قايل لك $2000 لسه اقل من اللي نزلته سلطة الطاقة. هذا نتيجة عطاءات وبتعرف شو يعني عطاء لسه يعني شركات ضخمة نازلة وقاعدة بتنافس في بعض. فإذا بدك تطلع على مربحة مش هذاك المربح يعني معطيك سعر اسأل على البضاعة والكواليتي اللي موجودة يعني. أعطيك أعطيك إنفرتر ألماني تنساش في لسه قطعة في قطعة طالبينها شركة الكهرباء زيادة لا حكى هاد بس عشان يسووا يكروا داتا عن النت حكى بدوز بصل للدولار لحالها فهي يعني هاي إحدى العقبات برضو اللي بتزيد لك سعر النظام فأنت بدك تغطي سعر بضاعتك طب بعدين أول شيء تنساش مش عندك بس محول عندك محول عندك كوابل عندك قواطع حملات الحديد التركيب المخططات لا هل بس بتشبك على شركة الكهرباء هذه اتفاقية ممنوع ينشبك على غير شركة الكهرباء لا 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 ريلي انه لما تكون تعطي او لما تكون توفد هذا بيكلف الحركة ولا لا 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 هذا النظام لحاله هو لحاله انا المركب فاهم وضعه المركب الشرق المركب انفيت بيكلف وبعض بوفد وبعض وبشارك تهتم تجربة تهتم ان شاء الله صار شيء ثاني حابين تسالوه طبعا هي الارقام اي واحد اهلا وسهلا فيه في اي وقت مش اي مشكله يتصل يستفسر اذا حابين الحين تقدر يستفسر اذا تمشي في يوم تروح على شركه الكهرباء اول شيء تطلب منهم طلب كل ما تقدم طلب طاقه شمسيه صاحب وتمشي تمشي في النظام صاحب العداد لازم تاخذ صوره هويتك وتطلع عليهم كل ما تقدم باسم هذا العداد طاقه شمسيه عيارهم نزلوا اعطوكوا الاوكي وشافوا سطح الدار عندك بتيجي لنا احنا وباقي المخططات والرسم والتنفيذ بيكون علينا مشمول بالمبلغ اللي كل شيء يعني مش سعر مش سعر البضاعه تاخذ ضرب يعني هاد تفرق 13000 يعني سعر شغل الايد واللي كنا الحديد الكوابل القواطع الخزائن شو في خزائن البرابيش كل التمديدات هاي وغير انه يعني شغل الايد والشباب القصه فيعني مكلفه $13 جاهز منا جميعا فاي حد عنده استفسار في شيء مشكله احنا كل ما نفتح هذول البروشورات انا هلا بدي اخذ الصوت انا واركبه على شو اسمه اسوي الفيديو واطلع انه في الاخر احنا حرام في ناس مكدوشه بمعنى كل هيك جايين نزلها على بدي احط لان اللي قال لي على الاكيد جاي 25 واحد ربنا الله يعني بس هلا لا مش مشكله نزلوا على بدي احطه على الفيسبوك على اليوتيوب بحطوه ناس داني قال لي بده الصوت عشان يحطه على الراديو حطه على اليوتيوب وحطه شير طيب احنا لا هذا بقى يعني شيء بدك تحكي مع المهندس محمد بس حط ارقام التليفونات ما عندك عشان يرجع بس قول لي بشوف اعمل له شيء هيك بالضبط نازل كتف هذه متين مش في الطاقة يعني يا عمي ما هي موضوع لا موضوع بس موضوع هذا كمان يعني مريح البلد يعني موضوع حلو ويوم الحد اخرى سهل سهل ابو خد ينساش اخرى يوم الحد الناس كانت بس ما هو انت تاني اسبوع لانه هلا في انتخابات ما فيش مجال حدا يجيك الفترة هاي بس الواحد يعني اللي معني لازم يسارع يعني عندنا الحين هن 1000 وحدة عندك مقسمات على كل الضفة يعني جزء صح لمنطقة الوسط 400 وحدة فالبصبك هو راح يفوز يعني وسط يعني رام الله بتاع أنا يعني إذا ما لحقناش ناخذ هلا مش راح نلحق بعدين يعني لازم يصير في تسارع في بيت صحور وخلي عن طريق التجمع الشبابي يعني بده يستنى لبعد الألف بصيروا يشتروا منك كيلو بكيلو بعد الألف بتعرف انت الحين مستفيد مظبوط هلا انت في عندك مجال ترد راس المال
يعني فترته كان 6 سنين ونص هلا بدها تصير 9. الفكره انه سواها شركه من بسرعه. لا برضو لما تيجي يعني عن طريق مثلا خلينا نقول التجمع الشبابي اذا بيجوا بصير كل شيء عن طريقهم يعني ممكن كمان لما بدل ما مشروع واحد يجي 10 أو 20 مشروع برضو هذا يعني يساعد تكلفة ممكن أقل ممكن يصير يعني تسهيلات في الأخر رايح مع الناس على بعدين برضو هذا نجاح لشباب بيت صحور يعني تقدر تسوي حلو اسمع هي يعني تبلش الفكرة تبلش من واحد بعدها بتنتشر أنا متابعها من بجوز من سنة بس الموضوع انه مع البطاريات ما بعرفش اذا بتعرف عبد الفحام في رام الله بتعرف هذا كثير صاحبي جبته مره عمل مقابله في التلفزيون مهد قبل 4-5 أشهر بس يعني الناس لسه فيش فيها ثقه في انت ليش بدك تحط بطاريات وفي مجال مش احسن صح ولا لا كل الحكي على بطاريات هلا شيء ثاني ضربهم مش عادة خمسة سنتين مربع كله 2 متر مربع تقريبا انت الحين انت مبسوط على البطاريات بس بدك تعرف وهذا السنين بدك تكبهم تجيب غيرها بدي اغير 11 سنة مقفولات كم سنة؟ 11 لا والله زبطت شغل شو عندك شغل شو انت عندك شو عندي سيستم مع بطاريات ما بطارية بالضبط. أنا طبعا ماخذ نص الدار يعني فاصل الدار سويت قسمين قسم إنارة وكم إبريز في الدار والباقي مع الطاقة العادية مع فيها الأجهزة بس يعني. مع حتى البطارية النظيفة والألمانية يوم يكون لك 11 سنة على تفريغ معين على درجة تفريغ معين خليها 5 سنين يا سيدي 5 سنين قد عاك البطارية خليها 5 سنين على حق البطاريات الخمسة 500 أمبير بعطي 500 أمبير عندك كم فولت باتش 500 تقريبا 500 يعني تقريبا شو اسمه حكم 3000 شيكل مش هالمبلغ اللي بتحكي عنه ضارب بالسنة بالضبط بلاش هلا ال معناها كم فولت حسب هلا ال بحكي لك بتطلع 6 كيلو بتطلع 6 كيلو يعني مش قصة في الآخر هو اللي بده إياه لإنه لا لا شو مسوي بطارية 100 أمبير 2 فولت أسبوع سنة أحكي لك لا لا مش 2 فولت لا هلا أنت لما تضو زي هذا كم من فولت بدك مش لازم يكون هو على 220 هذا مع الحين هاي البطارية غير بتنحسب مش على الفولت بتنحسب على الطاقة اللي فيه طيب كل ما قل الفولت ذاك كل الطاقة فاهم عليك الأمبير في الفولت يعطيك الطاقة اللي جوا البطارية لا أنا مش هذا سؤالي أنا قلت لي بطارية 100 أمبير في واحدة بتيجي 12 فولت وفي 100 أمبير تيجي 2 فولت هذول قد بعض لا أنا مش هذا اللي بحكي فيه لكن الزلمة هو بيحكي لك إنه عنده البطاريات أنا بسألك خمس بطاريات الأسبوع الماضي أو قبلها في أجت موجة غبرة 5 أيام بتذكرها؟ فيش بطلعت الشمس من مرة بجوز لا لا تخافش بتشحن بطاريات لا لا بيشحنش مرة جو زي هذا بيشحن يعني جو زي هذا لا مش بيشحنش حتى لو في الشمس بيشحن يا زلمة في إنارة بتشحن على كل حال بس مش الكفة مش الكفة 4 أيام بدون شو اسمه وبعدين زي ما تحت في تحت بحكي لك مثلا إنه خلص بلش يفضل بلش تفضى على الرابع يوم يعني رابع يوم الساعة 5 المساء فضيت أي متك أنت على اللود على حمل التلفزيون يا زلمه ما في فرق انت استهلاك بيتي هو بده يعني لا هو بده يشغل عليها ثلاجه غساله انا شغل يا زلمه مش استهلاك يعني انت مش مشغل عليها لا ثلاجه ولا غساله ولا فرن اسمع قديش يعني انت بالاخر اضاءه وتلفزيون الاضاءه والتلفزيون بيقلص الشباب بس انت لسه في قل يعني في قل استهلاك اصلا زي قاعه زي هذا وزي الكنيسه يعني بتحكي على الاضواء زي هذول بيحسبوا لك اياها لا هو قادر مو عشان هيك بس زي هذا واو وكونديشن كونديشن لا كونديشن هذا بسحب كونديشن لحاله مو كل ضوء يا انت ما بدك تسوي جمال لا انا بنزحش انا بس بدي احسبها يعني ممكن هذا بدي احسبها حسب استهلاك مظبوط يعني هذا ممكن جمال اذا بدكم اذا بدهم الوكلاء ما هو بدك معنيين في هيك شيء نقدر نسوي لك من سالت تلفون
سألتهم؟ أبداً سألك كده هلا يعني أعطيني تكتش للإنارة للإنارة سيلة معقولة يعني بس لما تيجي على الكوتشنات والشفطات بصير عندك استهلاك كبير فبزيد بس هو عنده ظهر عنده مساحة برضو ظهر الحيط وفهم غسان غسان بعرف طيب كلنا غسان خليه جنرال تستبعد احنا كل فطور تكارب تيجي 4000 شيكل بس هناك كونديشن وشفاط اما الاناره مش بتصرف كثير طيب يعني ايوه بس هو راح يخف هذا بخف قديش فدرس ماشي الا اذا حدا بس هلا بعد راح كمان 4000 عطى تحكي على ضغط مسوي لي هذا ضغط لا لا عادي ما فيش مشكله ضو الصرايه بقدر ضو الصرايه لحالي انا بقدر اسوي لا 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 اوف جريد يعني ما فيش اي قانون حتى اون جريد لو تكش يعني ما تصير مش هادي خذ ضو الصرايه وبطاريات اضاءه للصلاه بنفع اه بس ما انتم بدكم تطلعوا عماره فوق هذه ولا لا بطلتوا مش كنتوا بدكم تسووا كمان قاعه تيسير فعلي تيسير فعلي ما نحطه عليها بالطيل لا جد شو خلي بشوف بحكي معك شارح جماعة مكو ويفادي ما يجي معك انا ما تفرقش علي بمزحش انا لا ولا بمزح هذا مشروع كويس للكنيسة وبتخفف كثير مصاري مظبوط شوف صح ولا يا ابو عمرو بالشباب هلا انت بتقدر تحكي لا جد انا عشان القاعه هذا يوم بضوي كل هالضوء هذول ميتن من 8 الصبح لل 8 بالليل وبحكي على 13 جمال انا بخلي محمد يوم الايام بيجي عندك انا بحسب بشوف لك الفاتوره انا او فاتوره الكهرباء اذا بتعطينا اياها برضو ما بكرك فاتوره الكهرباء بتجينا 4000 شيكل شهري اف لا انت هاي مش مصدق انت هلكيت يوم بيجيك ميتم يوم بيجيك ميتم يوم بيجيك ميتم انت بدك تغطي زي ميتم ابن عمرو زي ميتم ابن عمرو لا لا استنى 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 جمال لحظة هو سواء بيحكوا على شغلة انت بدك تغطي بس الإضاءة الإنارة ولا كل إشي حسب شو بنقدر شو بنقدر نساعد نخفف اعطيه اثنين اوبشن شو بنقدر نغطي نخفف شو زيادة بعدين بعد ما تيجي 4000 تيجي 3000 تيجي 2000 الشغالين في النهار بالنهار ثلث ارباع الوقت مسكرة في النهار هي بس يوم بيصير مياتم بس بيصير مياتم يوم بيصير صحراء يوم بيجيب برعة بيجيب برعة يعني لما يبيعه. تفتح الضغط الضغط بخوف بس بظل يبيعه بس لما يحتاج انتو لازم تشوف لانه في نظام كمان للمؤسسات انه مش للمنزلي بس لسه عندك بس بدك سنتين ايه انساك بس خلص للدار انت بتعرف شو اللي منيح برضو هانا بالنسبة احتمال يعني يفتح نظام يعني زي هان تبدأ تحط عليها مش 5 كيلو 15 كيلو 15 تحمل ايش ايه تحمل هاي مش نظام بعرف شيء كان بعرف شيء العقد مش ايه زلم اللو 20 كيلو وزنك قديهم اظني صاج لا لا فوق لا فوق لا شو تصير على بيقدروا يبنوا فوق من بيقدروا يبنوا فوق هم بدهم يحكوا انهم طالعين عمارة على الفاضي ما بدي اعرف القصه هذول الشيء هذول عمر بس في شيء بالدرجه لا لا بالاستاذ محمد حياتك خلص هذا هو يعمل وصلنا الدرس يا سلام انا خلص يعني يعطيهم العافيه بعطيك فاتوره